السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا في سؤال سريع عن مسألة سفر المرأة بدون محرم، يعني مثلا بنت تسافر مع أمها القاهرة مثلا، أيه جائز أم لا؟ لحاجة ومع رفقة آمنة جائز، لأن الغرض من المحرم هو حفظ المرأة. ولد فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما للحج. أيوة يعني جائز إن شاء الله لو للحاجة ومع رفقة الأمينة، فهمت؟ يعني مثلا استلام تكليف مثلا بتاع كلية صيدلة ده جائز فيه يعني. هو للحاجة ومع رفقة الأمينة. سلام عليكم.